السلام الله عليكم وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج المشهد. في هذه الحلقة نتناول بيانا اصدره مركز ترانيم للفنون الشعبية مؤخرا، يبدي فيه ملاحظات ويطالب باشراك المداحين واصحاب الفنون الشعبية في الدعم الذي تقدمه الحكومة للتخفيف من الاثار الناجمة عن جائحة كورونا الكوفيد. يسعدني ان استضيف في هذا الغرض الاستاذ محمد علي بلال، مدير مركز ترانيم للفنون الشعبية. اهلا بكم استاذ فضل. شكرا جزيلا على قبول. شكرا جزيلا لكم. مرحبا. بيان اصدرتموه حمل رسائل عده، كان واضحا فيه الامتعاض من عدم اشراك اصحاب الفنون الشعبيه في هذا الدعم الذي تقدمه الحكومه، ما السياق الذي اتى فيه هذا البيان؟ شكرا جزيلا، ولن نشكر قناه المرابطون على الفرصه السانحه اللي عودت عليها مركز ترانيم للفنون الشعبيه من البدايه. قبل أن أجيب على السؤال، نختار ياك تعود الأمور واضحة، نتكلم شوي عن ماضي مركز ترانيم للفنون الشعبية ياك يعود في تنشيط للذاكرة شوي. أولا، مركز ترانيم للفنون الشعبية ما مخسرته فضلت الجهات الوصية على الثقافة في موريتان. حتى الآن مركز ترانيم نظم 7 دورات لمهرجان ليالي المدح، وهو من أكبر مهرجانات الثقافية والفنية في موريتان، وإلى حد الساعة ما فيه أي رعاية ولا فيه أي دعم لمهرجان ليالي المدح. وجل أنشطة ترانيم كل سنة تطلق برنامج سنوي فيه العديد من البرامج الثقافية والسهرات المديحية والرحلات الاستكشافية والبحوث إلى غير ذلك. هذا كله كان من جهد فريق ترانيم وبعض الشخصيات الوطنية التي مهتمة بالتنوع الثقافي الموريتاني ومهتمة بالتراث المادي لا مادي الموريتاني. إذن البيان اليوم أتى في سياق، وهو السياق الذي تكلم عنه الإعلام منذ أسبوع، وهو هبة أو هدية أو تشجيع تم إعطاؤه من طرف مندوبية التآزر، وهو مبلغ 20 مليون أوقية للفنانين التقليديين. وحسب البيان وحسب الكلام اللي أجري حول هذا الدعم، أنه تم بأوامر من رئيس الجمهورية. لذا اخترنا فقط نعطوا وجهة نظرنا حول هذا الدعم. أولا، نحن نشجع هذا النوع من الدعم لعدلة الحكومة للفنانين التقليديين، لكن أظن بأن ما دامت الحكومة وما دام رئيس الجمهورية مهتم بهذا الفن ومهتم بهذه الثقافة، أظن أن كان من الوارد إشراك الفنانين الشعبيين في هذا الدعم. وأنتم تدرون والجميع يدري بأن المداحة فراق بونجا، أصحاب عازفين النيفارة، عازفين الطبول، كل هذو الممارسين الذين يمارسون هذه الفنون الشعبية ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية معروفة مسبقا قبل جائحة كورونا، وهم تأثروا كما تأثر الجميع بجائحة كورونا. ومن قبل جائحة كورونا كانت ظروفهم الاقتصادية هشة، وأظن من أن أهداف تآزر مندوبية تآزر هو تخفيف من وضعية الفقر في المجتمع. أنت ما ظهر لك على أن مثلا الممارسين لهذه المهن ربما سجلتهم تآزر، يا توفرت فيهم الشروط العادية اللي تقدم بهم تآزر ذيك المساعدات، انت عود توفر فيهم بتعود سجلتهم وعودوا ضمن المستفيدين. شوف، لكن عدد التآزر ما نعرف له شيء، لا انا نشتغل فيه ولا انت تشتغل فيه، وحتى الان تآزر ما قالت العدد. ما قالت عن هذا اللي عدلته، نحن ما نتكلموا عن اللي يتخمم فيه رجاج، نحن نتكلموا عن واقع خلقت، وهو دعم تم تقديمه باسم رئيس الجمهورية لفئة كبيرة من الفنانين التقليديين. ونحن أصدرنا وقلنا في البيان بأننا ندعم هذا النوع من التوجه إلى الثقافة والفن. يا غير توف الزرقاء اللي مولانا عنها تخطات أهلها، وتوف هو اللي اخترنا الشرع عليه، وإذا عادت ما تخطات أهلها
ما طفقت اهلها كامل، ما طفقت اهلها كاملين. انتم قاعدين قال لكم على ان هذه 20 مليون ما فيها اشراك جميع الممارسين الفن، هم كانت هي بس كانت موجهه للفنانين وربما المداحين هذا يدخلوا تحت هذا المسمى. هذه مولانا عن الواضح مثلا ما عينه افتضاح اكثر. دونك هي حتى الان فات نقابه الفنانين الموسيقيين الموريتانيين طلقت بيان وتدعم مثلا تشكر فيه رئيس الجمهوريه. ونحن كمؤسسه ثقافيه رائده في هذا المجال ولها 7 سنوات وعندها قاعده بيانات كبيره من ممارسين الفنون الشعبيه، حتى الان ما تم اشراكنا في هذا الامر، وحتى الان ما عدنا اي علاقه به. وما نلقى منذ يومين او ثلاثه بعض من الفنانين الشعبيين يتصل بالمركز يسول عن هاي القضيه ولماذا هم تم حرمانهم من هذا الدعم اللي اعطى رئيس الجمهوريه. هذه المساعده اتت بعد بيان اصدره تكتل للفنانين طالبوا به رئيس الجمهوريه بلفته حولهم نظرا لظروفهم الصعبه في ظل جائحه كورونا. ما المانع ايضا ان تصدروا انتم بيانا وتوجهوا طلبا لرئيس الجمهوريه يكتم تخفيف عن الممارسين لهذه ظهر لي مولانا عن مولي الله يزيد الطين بلا يعودوا الفنانين التقليديين مشاو رساله لرئيس الجمهوريه وبهذه السرعه تمت الاستجابه لهم. نحن منذ 7 سنوات ونحن مشوا الرسائل للوجهات الوصيه والرئاسه والوزاره الاولى في السنوات 6 الماضيه، حتى الان ما فيه اي استجابه لرسائل. على مستوى الرعايه انتم حاله تحدثوا عن مستوى الرعايه لانشطتكم، تعود رعايه رسميه تكفل به السلطات تكاليف انشطتكم، ما هو عينك عليه حالا، لكن الوضع الان يختلف، هذا وضع انساني، العالم كامل حاس به، تبعات جائحه كورونا القت بظلالها على الجميع، فعلا ربما تتغير الممارسه بما ان هذا ملي حكم جديد ورجل حكم منذ اشهر فقط. على كل حال لا نقول عن ولو عن لعد الحكم حال الحكم جديد والحكومه جديده، لكن انا اظن بان عن ممارسين للفنون الشعبيه عن وضعيتهم، وهذا قلته في البدايه، عن وضعيتهم الاجتماعيه والاقتصاديه معروفه مسبقا، معروفه سلفا لدى الجهات الوصيه على الثقافه، لدى الجهات، لدى رئاسه الدوله، لدى رئاسه الحكومه، ومعروف عن رقاشته يتخمم عنه لا يقدم هديه ولا يقدم دعم للفنانين التقليديين. ولو افترضنا عن جاتهم رساله تظهر عنهم تضرروا بهذا، قالوا لنا عن اذا كانوا في مستشارين عندهم علاقه بالموضوع، عندهم علاقه بالثقافه، عندهم علاقه بالفن، اذا كانوا اعطاهم استشارات بان هناك مجموعه كبيره من هذه الفنانين تضررت هي الاخرى وظروفها الاجتماعيه والاقتصاديه من قبل جائحه كورونا معروفه لدى الجميع. هذا يقودنا لمكانه الفنون الشعبيه التقليديه وممارسيها في المجتمع الموريتاني والمكانه اللي حصلوا عليها والله يحاولوا يحصلوا عليها في ظل الدوله الرسميه. انتم كيف ترون مكانه هذه الفنون الشعبيه وممارسيها في ظل الجهه الرسميه وهناك وزاره كبيره رسميه تهتم بالثقافه وبكل مشتقاتها؟ شوف، هذا يرجعني السؤال الى اللي عليه الفنون الشعبيه اليوم وممارسينها وما قبل. قبل سنوات قريبه الذي قال له الفن الشعبي بصوره عامه وممارسينه ما كانوا موجودين ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية في البلد، ما كانوا ممارسين الفنون الشعبية ما كانوا معترفين ضمن فاعلين للثقافة والفن داخل البلد. قبل 7 سنوات ما كان موجود، لكن بطبيعة الحال اليوم الصورة تغيرت شيئا ما داخل المجتمع. دوك نظرة المجتمع لممارسين الفنون الشعبية تغيرت واصبح
الفنان الشعبي اليوم اصبح المداح، اصبح صاحب عزف النيفاره، اصبحت فرقه بونجه لها دور كبير داخل المجتمع، داخل المجتمع الموريتاني، والنظره بدات تتغير من النظره القديمه للمجتمع الموريتاني لهذه المجموعه التي تمارس هذه الفنون الشعب. طيب الحال هذا النضالات كامله والتوجهات والعمل المجتمعي وعمل الهيئات الحقوقيه والهيئات الثقافيه عندها دور كبير في هذه النظره المجتمعيه. لكن ما تتحدث عنه الان هو مكانه اجتماعيه حازتها هذه الفنون وممارسيها بفرض فعل الجماهير الكبيره لهذه الفنون، هي مكانه اجتماعيه ربما كانت موجوده، كانت هناك جمهور كبير للمديح وفي رقم معينه تمارسه وكانت عندها جماهير كبيره، ثانيا مولفه بجماهير كبيره للبونجا وهذه الفنون. انا هنا اتحدث عن مكانه الرسميه، المكانه الرسميه منشئ الدوله الموريتانيه لممارسي هذه المهن، كيف ترون المكان الرسمي لهم؟ هل هناك اعتراف رسمي واحتواء رسمي لهذه المهن وممارسها؟ انا اظن عن لن نتكلم عن الاحتواء الرسمي والمكانه الرسميه، يجب ان تتجلى في الدعم، يجب ان تتجلى في الدعم وفي الرعايه. انا في بدايه امري قلت لك عن ترانيم لها 7 سنوات تنظم مهرجان ليالي المد. ترى مهرجان ليالي المد كل سنه يجي كم؟ ما يزيد على 7000 شخص. يجي الاسر كامله، جميع مكونات المجتمع الموريتاني تحضر المهرجان على 5 ليالي في شهر رمضان. كان متنفس لساكنة المدينة. الكل يتكلم عن ليالي المدح، جميع القنوات تبث سهرات ليالي المدح. لماذا وزارة الثقافة 7 دورات ولا دورة واحدة؟ اذكر 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 في الدوره الاخيره فقط، الدوره الاخيره افتتحها وزير الثقافه، الدوره الاخيره افتتحها وزير الثقافه وللعلم عبر عن استعداد الحكومه للرعايه وتاسف على عدم وللعلم 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 على الاقل للتذكير وللعلم. نعم انا كنت جاي وللعلم حضر النسخه الاخيره، حضرها وزير الثقافه سيد محمد المحام، حضرها بعد ياسر من انيغور، بعد ياسر من انيغور حد انه حضر هذا واعلن عنه يتاسف للحكومه، وهو كان جزء من هذه الحكومه وفاعل في هذه الحكومه، يتاسف عن الدورات الخمسه الماضيه عن الحكومه ما دعمت، واعلن هو عنه لا يدعم مهرجان ليالي المدح. ما مشى معك ذاك الدعم حتى اللحظه، حتى ما فات حتى الان ترانيم حتى الان ترانيم ما فات وصلها الدعم اللي اعلن وزير الثقافه السابق في مهرجان ليالي المدح. استسمحكم ناخذ فاصل قصير ونواصل بعد. انتم مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده حلقة المشهد لهذا المساء، لا تذهبوا بعيد. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بالطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في الجزء الثاني والاخير من حلقه المشهد لهذا المساء. ضيفي كما اسلفت الاستاذ محمد علي بلال، مدير مركز ترانيم للفنونيه الشعبيه. اهلا بكم استاذي الفاضل. من جديد كنا نتحدث عن المكانه الرسميه التي حصلت عليها هذه الفنون الشعبيه ومارسها، انتم ترونها غير لائقه وتعبرون عن استيائكم. ما السبب برايك، ما السبب برايك الذي جعل هذه الفنون ومارسها في هذه الوضعيه الغير مرضيه بالنسبه لكم كمهتمين بالمجال؟ أنا أظن بأن السبب الأول هو عدم وجود سياسة ثقافية في هذا البلد. حتى الآن ما فيه أي وجود سياسة ثقافية في هذا البلد. إذا كل وزير جاء يجي ويهمه عنه يعدل استراتيجية للوزارة للثقافة. ثانيا أنا أظن بأن نظرة المجتمع لهذه الفنون الشعبية حتى الآن ما زالت تتجلى حتى في الشخصيات اللي يجب عليها تعود، والله الشخصيات اللي تسند لها هذه الجهات التي تكون مختصة بالثقافة والفن. إذن النظرة النمطية للمجتمع الموريتاني بأن هذه الفنون
ممارسيها هم من فئات تعتبر غير فئات مهمشة ومن فئات لا ترقى، أو إن صح التعبير لا ترقى، وما تمارسه مع الفنون الأخرى كالشعر وكالكتابة وما إلى غير ذلك. المسألة الأخرى هي عدم جدية القائمين على الشأن الثقافي في البلد، عدم جدية القائمين على الشأن الثقافي في البلد. وأنا مثالي الوحيد في هذا الشأن هو حتى الآن المؤسسة لم تكن الوحيدة، المؤسسة الرائدة في هذا المجال هي مركز ترانيم الفنون الشعبية. نعطيك مثال بسيط. اليوم نحن تقريبا سنة من عمل حكومة جديدة، وزارة الثقافة الجهة الوصية على الثقافة وعلى الفن وعلى ممارسين الفنون الشعبية، وهذا هذه الفنون الشعبية جزء من هذا التراث اللامادي الموريتاني، وجزء يعبر عن هوية المجتمع الموريتاني. نقول لك مثال ما يجد حد يصوره، حتى الآن وزير الثقافة الحالي مركز ترانيم منذ السنة فات مشاله ثلاث رسائل حتى الآن ولا جواب واحد من الرسالة. ولعلمك الخاص عنا ما نمشي له رسائل ياك يدعمنا، ياك مولي لعل قاعد رقاش خايف من يزقلش، نحن ما نمشي له رسالة ولا عنه يدعمنا به اللي قلت لك عنه. حتى الآن نحن ما بالغنا ولان مثلا ما متعودين على الدعم اللي قد مثلا نعود نطمع عنه يزاد ولا هيك. اول رساله بعد مجي مشينا له رساله ترحيب ومهنئين على المنصب، وعنا واعطيناه سيره ذاتيه على مركز ترانيم وعن اللي عدنا، وعنا جزء من العمل وعنا مهتمين بالتعامل معه. هذا اظن عنه الشهر الاول. بعد ذلك وفي صدور ألبوم إسكي المديحي، وهو أول صحيح. ألبوم مديحي وعده الموريتان، وهو ألبوم تكلم عنه العالم كامل، وتكلمت عنه الصحافة كامل، وتكلمت عن وسائل الإعلام كامل. مشينا له رسالة وعنه يحضر ومشينا له كوبي نسخة من الألبوم، وهو ألبوم اشتغل عليه مركز ترانيم ثلاث سنوات حتى الآن ولا جواب واحد. قبل جائحة كورونا وفي الرسائل اللي نعدله سنويا بإخبار الجهات الوصية بمهرجان ليالي المدح، مشينا له رسالة نخبره عننا نحضره للدورة السابعة عن مهرجان ليالي المدح، وعطيناه ملف كبير عن المهرجان وعن اللي عد الكامل في السابق حتى الآن ما أجاب. إذا كلام ليش يقول في حد؟ يقول فيه شو يقول؟ لا يقول هو عن الجملة البسيطة اللي تقول عن الجهات الوصية على الثقافة والفن، عن الفنون الشعبية وممارسينها بالنسبة لهم ما فات عاد موجودة، والله اهتمامهم بها ما فات عاد ربما أولوية من أولوياتهم. أستاذ محمد علي، ربما يكون هذا غياب الاهتمام الرسمي حسب ما تقولون، ربما هو حسب رايكم انتم تقولون عدم اهتمام رسمي، ربما هو غير مبرر، لكن ايضا من فهم جهات اخرى تلعب المسؤوليه. حسب الواقع ما كان فهم اهتمام بهذه الفنون وممارسيها من طرف النخبه الثقافيه والنخبه الادبيه في البلد، ما كانت فهم تجمعات، ما فهم نقابه للمداحين، ما فهم هذا، ربما هذا غياب الاهتمام بهذه الفنون ربما هو سبب هذا ايضا الاهمال الرسمي. النخب الثقافيه المهتمه بالشان الثقافي في البلد هي تتحمل مسؤوليه، جزءا كبيرا من المسؤوليه في هذا الصدد. هل توافقون الرأي؟ لا صحيح، هذا قلت لك عنه في السابق، لكن اليوم لكن كل هذا الاهتمام طارئ. ولا طبيعة الحال كل هذا الاهتمام طارئ. أنا قلت لك عن قبل 7 سنوات، قبل 10 سنوات هذا ما كان موجود. هذه الحركة الثقافية للفنون الشعبية، هذا الوجود للفنون للفنانين الشعبيين ما كان حتى موجود في القنوات الرسمية. اليوم ولو عنه مازال ضئيل، أسبوعيا نتخرص القنوات التلفزيونية سواء الحرة سواء الرسمية تشاهد فرق مديحية، تشاهد فرق فنية أخرى شعبية تؤدي بعض من الأدوار المهمة من أجل الحفاظ على هذا المرض. كيفتها الكتاب، كيفتها الشخصيات الثقافية، كيفتها المهتمين بالشأن الثقافي في البلد، بدؤهم زادهم اللي يكتبوا فيه بحوث اليوم حول أنماط مختلفة من الفنون الشعبية، فيه طلبة ونحن في
في البوم اسكي كرمنا طالبين باحثين كلهم حاليا يحضر دكتوراه في المغرب حول الفنون الشعبيه، فيه دكتوراه اخرى تحضر في فرنسا حول المدح، وفيه دكتوراه اخرى تحضر في اسبانيا حول المدح، وهذه فرنسا واسبانيا من طرف اجانب. اذا اليوم بطبيعه الحال الفنون الشعبيه اليوم وممارسينها على الساحه الثقافيه والفنيه في موريتان بدات تظهر هذه الفنون، وبداوا ممارسينها يثبتوا وجودهم داخل الساحه الثقافيه والفنيه. لكن انا اظن بان الاهتمام الرسمي ما زال إن لم يكن ناقصا فهو خجول جدا. واضح. نتطرق للاهتمام، اهتمام الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات في القطاع الخاص في الوطن بهذه الفنون وممارسها. هل هناك اهتمام ربما من هذه المؤسسات الاقتصادية وأصحاب المجال الاقتصادي الخاص بهذه الفنون؟ هل هناك قيمة؟ مشكلة رجال أعمال دائما تطرح أنهم لا يستثمرون في الثقافة، لا يؤمنون بالمجالات التي لها علاقة بالثقافة، ربما يفضلون البيع والشراء كوسيلة للربح. هل هناك اهتمام أنه ما زال أيضا ناقص على غرار الاهتمام؟ بطبيعة الحال من أهم إيجابيات مركز ترانيم أنه قد يخلق جمهور كبير، هو اللي ساعد حتى الآن وجود مركز ترانيم للفنون الشعبية. طبيعة الحال هذه الأنشطة الكبيرة وهذه الأنشطة المتنوعة كان لابد لها من دعم، وإلا ما تعود موجودة، وإلا مركز ترانيم ما كان يعود موجود. أولا كان في دعم كبير من الصحافة والمدونين يكتبوا يوميا على صفحاتهم وعلى وسائل الإعلامية، وفهم دعم كبير من جمهور ترانيم العادي، وهو المساهمة ولو كانت مساهمة رمزية كانت فهم دائما مساهمة من الجمهور. وأظن بأن النسخة قبل الأخيرة كانت في عملية تحدي تنظيم النسخة السادسة مهرجان ليالي المدح، وأطلقناها على فيسبوك وجمهور ترانيم والمدونين شاركوا في هذه الحملة، وأظن بأن كان جزء كبير من تمويل النسخة السادسة كان جمهور ترانيم. فمن الشخصيات الوطنية، وما دمت تكلمت عن الفاعلين الاقتصاديين، نذكر بأن النسخة السادسة مهرجان ليالي المدح أبلى فيها شخصية اقتصادية كبيرة، وهو رئيس أحمد الحمزة بلاء حسنا، وقام وأظن بأنها أول نسخة حضرها المكتب الوطني لرجال الأعمال موريتانيا، وهو كان نوع من التعبية وكان نوع من مناصرة الفنون الشعبية لهذه العينة من رجال الأعمال. إياك تستثمر في الثقافة والفن. بطبيعة الحال التجار حتى الآن عندنا، ورجال الاقتصاد حتى الآن عندنا، ما زالت فلتهم ماشية فيه بالنسبة لهم لا اللي قايس الغذاء مارو دلوير وما إلى آخر القائمة، ومازال الاستثمار في الثقافة والفن مسألة ما هي قدام وجوه. لكن احنا حاولنا في النسخة السادسة بأن تكون، وحتى في خطابي أنا الرسمي للمهرجان دعيت الفاعلين الاقتصاديين بأنهم يستثمروا في الثقافة والفن، لأنهم ما هم لهي يبرتوا إلى استثمروا في الثقافة. في ظل كل هذه التحديات التي تتحدث عنها والتي تعتبر عوائق أمام هذه الفنون وممارسها، هل ترى إمكانية لتدويل هذا الفن، يعني إعطاه صبغة دولية، محاولة تقديمه كتراث مهم بالنسبة للشعب الموريتاني ولذاكرة الجمعوية الموريتانية، وأن يكتسب جمهورا خارج موريتانيا كما اكتسبه داخل موريتانيا وعموم أرض البيضاء؟ بطبيعة الحال نحن هذا من جزء صميم عمل مركز ترانيم، وأظن بأن القناة التلفزيونية قناة يوتيوب ترانيم لعبت دورا كبيرا في هذا. اليوم قناة يوتيوب ترانيم فيها ما يزيد على 400 فيديو من مختلف أنماط الموسيقية، من المدح، لعب الدبوس، تقرى، الردح، بونجا إلى آخره. وهذه كانت سفارة متجولة عبر العالم، ومشاهدين اليوم آلاف، عشرات الآلاف من جميع دول العالم، وهذه كانت نافذة للعالم حول هذا التراث وحول هذا الممارسين. وأسبوعيا وشهريا يأتون اتصالات من مؤسسات ثقافية وفنية خارج البلد، ومن فنانين خارج البلد يخلقوا شراكة مع مركز ترانيم ومع ممارسين هذه الفنون الشعبية. ولولا جائحة كورونا هذه السنة لكانت هناك مشاركات دولية لمركز ترانيم مع فرق في مهرجانات عربية وإفريقية ودولية. طيب ما أبرز أنشطتكم التي تعتزمون تنظيمها في ظل هذه؟ نحن الآن إن شاء الله بعد إن شاء الله
الانتهاء من هذه الأزمة. سنطلق استراتيجية ترانيم 2020-2022، وهي برنامج كبير وطموح وفيه عدة أنشطة وبرامج، ومن أهمها إن شاء الله خلق أول نواة لمدرسة الفنون الشعبية بإذن الله. عزمنا بأن إن شاء الله تبدأ هذه الفنون تدرس ولو بطريقة غير مكلفة لحد الآن. سنفتح إن شاء الله قسم للنفارة وقسم للعب الدبوس وقسم لبونديا والأنماط الأخرى إن شاء الله بحول الله في السنوات المقبلة إن شاء الله. الوقت انتهى، أشكركم جزيل الشكر الأستاذ محمد علي بلال مدير ومركز ترانيم الفنون الشعبية، أشكر جزيل لكم على قبول الدعوة. شكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج المشهد نناقش فيها موضوع آخر. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحده.